السلام عليكم، انا محمود سامي، طالب معاكم في السي اي سي، باخد كالكلاس مع دكتور يوسف ودكتور اسماء. انا وصحابي كده كنا عايزين نذاكر مع بعض كالكلاس، بس حصل ظروف ما كانتش عارف انزل. فالمهم قررنا ان احنا نذاكر كده مع بعض اونلاين، وقررت انا اعمل فيديو كده بشرح فيه شويه مسائل كده المنهج اللي احنا خدناه على مدار السنه معاهم مع دكتور يوسف ودكتور اسماء وكده. بس فان شاء الله يعني الفيديو ده هيساعدنا ان احنا نذاكر شوية. الفايل اللي احنا بنحل منه دلوقتي هتلاقوه تحت. تمام. نبدأ بقى نشرح المنهج بتاعنا. احنا عندنا في المنهج بتاعنا السنة دي 6 انواع مسائل، فيهم افكار وارقام متجرة. محتاجين بعض الاساسيات اللي احنا خدناها قبل كده. هو المنهج تقريبا هو اللي احنا خدناه قبل كده. بالنسبه بتوع علم الرياضه هيكون حاجه سهله جدا بالنسبه لهم، وبالنسبه للناس اللي بتحب الرياضه برضك. وان شاء الله خير. شكرا. نبدا بقى، توكلنا على الله. احنا عندنا اول درس حاجه اسمها evaluation function. تمام. evaluation function بمنتهى السهوله هو equation الدكتور بيديها لك في الامتحان، انت المفروض تعوض فيها برمز او برقم او بمعادله تانية زيها. تمام. بمنتهى السهوله هو مثلا مساله زي كده، اف اكس بتساوي 12 افتح قوس اكس ماينس 2، دي المساله. هو هيقول لك فايند اف ب 6. تمام. هتتاكد ان الرمز ده اف ديت هي معادله الاف. تمام. وتشوف هتاكد الست دي تعوض فيها في الايكويشن، يبقى هتشيل كل اكس وتحط 6، يبقى اف 6 ايكوال 12 6 ماينس 2. بس كده خلصت. تمام. طب في المعادله الثانيه هنا جي، فين معادلة الجي؟ ايه معادلة جي؟ هنا نيجاتيف 2 صح؟ يبقى انت هتشيل كل اكس وتحط نيجاتيف 2، يبقى جي نيجاتيف 2 ايكوال 1 ماينس نيجاتيف 2 باور 2. المسألة دي ذكية شوية، هو حاطط لك 3 مسائل في مسألة واحدة، اف 0 جي 1 و اتش 10. تمام؟ هنا فين معادلة الاف؟ ديت. يبقى هنشيل كل اكس ونحط 0، يبقى 12 نشيل كل اكس اكس ايه؟ يبقى 0 ماينس 2. قبلت لنا بلس تاني مسألة اللي هي جي 1، هنشيل دي جي يبقى جي ايه، هنشيل كل اكس ونحط 1، يبقى 1 ماينس 1 سكوير، 1 ماينس 1 1 سكوير ماينس. تمام. هنا هنشيل كل في معادلة اتش، يعني معادلة اتش ايه، نشيل كل اكس في معادلة اتش ونحط 10، يبقى روت، المفروض ده يكون روت كبير شوية، روت 10 ماينس 1، يبقى روت افتح قوس كبير روت تحتيه 10 ماينس 1. تمام. بس ده الفكرة دي، بس كده يعني عشان تصليح كده يعني تتمد شوية. تمام. دي غلطة عندي. تمام. نخش نكمل. عادي بمنتهى السهولة. احنا عندنا بقى تاني مسألة ايه، زد تي ايكوال 6t² + 3. تمام. هو عايز زد نيجاتيف 2 وزد 2. بس قبل ما ادخل على المسألة دي عايز سؤال. تمام. لازم يا جماعة هنا اكس يبقى هنا اكس، هنا تي يبقى هنا تي، هنا اكس هنا اكس هنا اكس هنا اكس. تمام. يبقى احنا بنغير بس الرموز اللي موجوده هنا وهنا. تمام. تمام. هنا فايند زد نيجاتيف 2، يبقى هنشيل كل تي ونحط نيجاتيف 2، يبقى زد نيجاتيف 2 ايكوال 6 نيجاتيف 2 باور 2 بلس 3، وكذلك زد 2. تمام. دي برضك مساله معناها ايه، بس دي المره دي هو عايز يحط اف جي اكس، يبقى هنشيل كل اكس ونحط جي اكس صح. يبقى المفروض اف جي اكس ايكوال هي معادله اف ايه، باف جي اكس بتساوي جي اكس سكوير ماينس 7 جي اكس بلس 3. كلامك مظبوط 100% وصح، بس في نفس الوقت في حته بس عايزين نزودها مع بعض انا وانت كده. مش انت حطيت هنا جي اكس وهنا جي اكس صح؟ هو مش اوريدي مديك الجي اكسات بمعادله؟ يبقى اوكي، يبقى انت بدل ما تحط جي اكس هتحط المعادله. بس هو كده خلاص. يبقى هنا اف جي اكس بتساوي هنشيل كل اكس ونحط المعادله بتاعت جي اكس، روت اكس ماينس 5 الباور 2 ماينس 7 روت اكس ماينس 5 باور باور 1 هي. تمام. بلس 3. طب هو عايز هنا جي اف اكس، فين معادله جي؟ دي معادله جي، هنشيل كل اكس ونحط اف اكس. طب سؤال، هو هنا مديك معادله الاف اكس؟ اه مدينا معادله، يبقى هنشيل كل اكس ونحط المعادله الحلوه ديت، يبقى جي اف اكس بتساوي روت كبير كده، هنشيل كل اكس ونحط المعادله دي، يبقى اكس سكوير ماينس 7 اكس بلس 3 ماينس 5، كذلك خلصت بمنتهى السهولة. تمام. طب اخر مسألة، هنا عندنا جي اكس بتساوي 5 اكس سكوير بلس 2
وهنا اس اكس بتساوي 3 ماينس اكس. دي المساله هو عايز ايه؟ فايند اف اكس جي اكس على اس اكس. اف اكس هو اصلا ما ادانا شايف اف اكس صح، بس قال لك كده المساله ما هي جي اكس على اس اكس، هو مديك جي اكس على اس اكس صح. يبقى انت هتكتب الاف اكس بتساوي فين مع جي اكس ايه ديفايدد الاس اكس اللي هي دي، يبقى 5 اكس سكوير بلس 2 على 3 ماينس اكس. يبقى احنا كده خلصنا اول درس بمنتهى السهوله في الكالكولس. تمام، نخش بقى على تاني درس اللي هو فايند ذا دومين بمنتهى السهوله. فايند ذا دومين ده درس معمول علشان ايه؟ نعرف ايه الحاجات اللي بتخلي الاله تقول لنا كلمه ماس ايرور، يعني انت غلطان كاتب ايكويشن بشكل غلط. فاحنا المهم عندنا في الترم ده 3 انواع بس. تمام، اول نوع عندنا اللي هو النوع العادي خالص، يعني نوع عادي خالص يعني نوع سيمبل، الاله عمره ما بتقول عليه حاجه غلط اصلا. تمام، اللي هو لو انت عوضت فيه باي رقم مفيش اي مشكله، وانا وصحابي بنسميه اللي هو خط مستقيم زي كده اف اكس بتساوي 5 اكس بلس 3، كله على سطر واحد ولا في ديفايد ولا في روت ولا في اي حاجه. فالمهم ايه، انت لو عوضت في اكس باي رقم عمر ما هيحصل لك اي مشكله. فاحنا بنسميه الاكس تنتمي لار بلونج اللي هي حرف الاي ده تنتمي، لما يقول لك فايند ذا دومين. وكذلك 4 اكس ماينس 1 يبقى اكس تنتمي لار، يبقى اي حاجه زي كده يبقى اكس تنتمي لار. تمام. طب سؤال بقى صغير، نخش على مشكلتين بقى تانيين. في حاجه في ديفايد، في حاجه اسمها روت، ما ينفعش الديفايد تحت يبقى زيرو. تمام، وما ينفعش تحت روت نيجاتيف، لازم يكون اكبر من نيجاتيف اللي هو بدايه من الزيرو لحد انفينيتي. تمام، اي ارقام بتبدا من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي عامه يعني. تمام، فده نخش هنا اف اكس بيساوي 5 اكس بلس 3 على 4 اكس ماينس 1. دي المساله صح، لسه احنا متفقين في الديفايد ما ينفعش تحت يبقى زيرو صح، مظبوط كده. فال 4 اكس ماينس 1 ما ينفعش تبقى زيرو، هنعمل ايه؟ هنساويها بزيرو. اه والله هنساويها بزيرو، يبقى 4 اكس ماينس 1 ايكوال زيرو. تمام، طب احنا ليه سويناها بزيرو؟ عشان نعرف الرقم اللي خلاها تبقى زيرو ونقول الرقم ده ما ينفعش في الايكويشن، فاهميني؟ تمام، يبقى 4 اكس ماينس 1 ناخد ده نساويه بزيرو مهما كان. تمام، يبقى 4 اكس هنعمل حل الايكويشن، يبقى 4 اكس بتساوي 1 واكس بتساوي 1 على 4 من الطريقه دي. تمام حلو. طب دلوقتي انت جبت ده، انت استفدت كده لما اكس بتساوي 1 على 4 لو قعدت هنا في الاكس ديت 4 اكس ماينس 1 هتساوي 0. فانت هتقول اكس بتنتمي لار اكسبت، اكسبت ما عدا يعني في الماس بنترجمها الحرف الموجه ده ما عدا 1 على 4 بس كده، يبقى انت كده في الامان خلصتها وتمشي. طب تاني مساله 4 ماينس 2 اكس على اكس ماينس 4، ده انهي واحده في الدومين؟ الديفايد صح، ليه؟ عشان في ديفايد، يبقى تحت ما ينفعش يبقى 0 صح، كلام مظبوط قوي. يبقى اكس ماينس 4 ديت ما ينفعش ايكوال 0، فالاكس بتساوي 4، فكل ارقام تنفع ما عدا ال 4. طب الاعداد اكس باور 2 ماينس 4، يبقى اكس باور 2 ماينس 4 ايكوال 0، يبقى الاكس باور 2 ايكوال 4. طب الاكس نعمل ده روت، فروت بوزيتيف اور نيجاتيف 2، روت ال 4 بتساوي بوزيتيف اور نيجاتيف 2، يبقى الاكس تنتمي لار ما عدا بوزيتيف اور نيجاتيف 2. تمام، نخش على تالت حته اف اكس بتساوي اكس ماينس 5 على 2 اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 1. دي برضك من المسائل اللي هي دي صعبه شويه. تمام، الحته اللي فيها ده اكبر باور 2، طب انت فعلا هتساويها بزيرو بس تعرف تحلها؟ ما تتحلش، قدامك حلين بتحلهم بيها، يا تحلها على الكالكليتور يا اما تحلها بالقانون ده. دكتور يوسف قال نحلها بالقانون عندنا في دولتي، مش عارف بقى في ايجيبشن قال نحلها بتحلها بالكالكليتور ولا ايه، بس المهم انا هحلها لكم برضه بالقانون عشان احنا الاثنين نكون في السيف سايد زي ما دكتور ايه يوسف قال. تمام، اكس بتساوي نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت كبير بي باور 2 ماينس 4 سي على 2 ايه. القانون الغريب اللي انت قلته ده اقول لك، ده قانون بتحل بيه الايكويشن لما بيكون اكبر فيه هنا اكبر باور 2. تمام، طب ايه يا معلم البي والاي والسي والكلام ده؟ منتهى السهوله، الرقم اللي جنب اكس سكوير ده بيبقى الاي، والرقم اللي جنب الاكس بيبقى البي، والرقم اللي لوحده ده بيبقى السي. حلو، طب كلامك مظبوط. نعوض بقى، يبقى زي ما اتفقنا البي بتساوي اللي هي نيجاتيف 3، حط جنبها نيجاتيف نيجاتيف 3 بص في نيجاتيف روت كبير. طب البي ديت يبقى 3 سكوير ماينس 4، الاي ديت اللي هي 2 يبقى 4 في 2، السي اللي هي في 1 يبقى 4 في 2 في 1 على 2 في اللي هي الاي بكام؟ اللي هي ب 2. يبقى الطريقه دي نحلها، طب مش هم بص في نيجاتيف، طب ازاي دي يا معلم؟ هنحلها مره بص ومره نيجاتيف. المهم ده هيطلع لك ناتج وده هيطلع لك ناتج، يبقى احنا عندنا الاكس تنتمي لكل الارقام ما عدا الرقمين دول، وتاكد برضك بالكالكيتر. تمام حلو، اللي دي تايتل فاكتوريزيشن على الكالكيتر. نخش بعد كده على درس جديد اسمه
ايه نفس الدومين برضك بس النوع التالت اللي هو الروت. مش اتفقنا عندنا 3 انواع، اللي هو النوع اللاين والنوع الديفايد والنوع الروت. طب الروت احنا اتفقنا ما ينفعش تحت يبقى نيجاتيف، صح كده؟ حلو. طب اكس ماينس 10 ديت ما ينفعش تحت يبقى نيجاتيف. طب احنا عايزين نعرف ايه الارقام اللي ما ينفعش نيجاتيف. اسالكم سؤال، النيجاتيف ده اكبر من الزيرو ولا اقل من الزيرو؟ طبعا الزيرو اكبر من النيجاتيف، يبقى النيجاتيف اقل من الزيرو، يبقى المعادله بتاعتنا لازم تكون اكبر من الزيرو. ليه؟ عشان تبقى اكبر من الزيرو عشان تبقى اكبر كمان من النيجاتيف، تمام؟ طب ينفع تكون ايكوال الزيرو؟ اه، روت زيرو ده مش مشكله، يبقى تبقى اكبر او ايكوال الزيرو، اما اصغر من الزيرو ما ينفعش. فيبقى الناحيه بتاعت الاشاره على المعادله، يبقى ناخد اكس ماينس 10 لتحت نعمل لها اكبر او ايكوال الزيرو ونحلها، نود ال 10 هناك، يبقى اكس اكبر او ايكوال 10، والاكس تنتمي ل 10 الانفينيتي. طب اللي انت قلته ده ليه؟ حلو، اسالكوا سؤال دلوقتي، احنا اتفقنا الاكس بتبقى اكبر او ايكوال 10، صح؟ اكبر من 10 يعني من اول، من اكبر من 10 لحد اخر ارقام ما تنتهي اللي هي لحد انفينيتي، تمام؟ فالاكس تنتمي لكلوز 10 انفينيتي. الانفينيتي والنيجاتيف انفينيتي لازم الكلوز بتاعهم يكون معمول كده مفتوح، تمام؟ اما ال10 عامه ليه عاملينها مقفول؟ عشان هنا ايكوال، عارف لو كانت مش ايكوال كانت تبقى مفتوحه، تمام؟ هنشوف مساله زيها. طب اللي تحت 9 اكس ماينس 1، يبقى 9 اكس ماينس 1 اكبر او ايكوال 0، يبقى الاكس تنتمي لواحد على 9. هنكسر الاشاره، عملنا فاليد على طول، احنا خلاص اتعودنا على فوق. طب الاكس تنتمي لواحد على 9 لحد انفينيتي عشان معناها ايكوال. طب دي بقى مساله مكسيه حلوه، يعني ايه مكسيه حلوه؟ فيها روت وديفايد فيها كل حاجه. فين هنا المشكله؟ هنا في مشكلة وهنا في مشكلة وهنا في مشكلة. هنا في مشكلة ان في root divided، وهنا في مشكلة ان في root divided، وهنا في مشكلة ان في divided بس، وهنا ما فيهاش مشكلة اللي هنا ايه مثلا ده. تاني نحل اول واحدة root x minus 10، صح؟ تحت ما ينفعش ولا زيرو ولا نيجاتيف عشان في root وفي divided، فيبقى x minus 10 اكبر من زيرو، تمام؟ يبقى x اكبر من 10. طب تاني حتة ما ينفعش ولا زيرو ولا نيجاتيف، فيبقى 2 اكس ناقص 20 اكبر من الزيرو، فيبقى اكس اكبر من 15. اخر واحده ما ينفعش زيرو بس، صح؟ يبقى اكس ما ينفعش تساوي 20. المعادله اهي، تمام؟ عارفين تحلوها طبعا، تمام. اسالكم بقى سؤال، انا بقى هنا الاكبر من 15 مش يكون اكبر من 10؟ فيبقى اكبر من 10 دي اتكنسلت. ليه؟ علشان في اوريدي حاجه اكبر منها ب 15، فيبقى احنا عندنا 2 اكبر من 15 و20، يبقى اكس تنتمي من اكبر من 15، عشان كده عملنا اوبن عشان مفيش ايكوال اهو، لحد انفينيتي ما عدا ايه ال 20 بس كده، خلص. طب واحده كمان، واحده كمان، هنا عندنا الاف اكس بتساوي 3 اكس باور نيجاتيف 1 بلس 5 اكس سكوير بلس 8 على روت اكس ماينس 9، تمام؟ اكس باور نيجاتيف 1 الحاجات دي هناخدها في الديريتيف، ازاي تطلع الحاجات دي قدام. بس دي تعالى ناخدها مع بعض دلوقتي. 3 اكس باور نيجاتيف 1 ما ينفعش تشوف مساله عليها اكس باور نيجاتيف وتسيبها فاضيه، تمام؟ لازم الاول تصلح شكل المساله، بعد كده تيجي تكمل حل، تمام؟ فانت هنا اكس باور نيجاتيف 1 لازم تتحول ل 1 على اكس، واوريدي في 3، فلما نضرب 3 في 1 يبقى ايه؟ المفروض تبقى كده 3 1 على، هو ايه القلم الكبير ده؟ اكس، تمام؟ فدي اتحولت للشكل ده، هو عايز اصغره شويه بصراحه، تمام؟ فده الفكره بس، تمام؟ فانت كده المفروض تكون اتعمل، تمام؟ فانت دي تصلحها الاول اللي انت تخليها كده، تمام؟ وبعد كده تجدد شكل المساله تكملها 5 اكس سكوير بلس 8 على روت اكس ماينس 9. اسالكوا سؤال، فين هنا المشكله اللي هي 3 على اكس بعد التجديد واللي هي 8 على روت اكس ماينس 9، تمام؟ حلو، هنا ما ينفعش زيرو وهنا ما ينفعش زيرو نيجاتيف عشان في روت ديفايد، صح؟ حلو، يبقى اكس ما ينفعش تبقى بزيرو، وهنا روت اكس ماينس 9، اكس ماينس 9 اكبر من زيرو، يبقى الاكس اكبر من 9. طب سؤال، اللي اكبر من 9 مش اوريدي كده كده مش اكبر من الزيرو؟ فاكس تنتمي ل 9 من او من اب من بعد 9 لحد انفينيتي، تمام؟ كده ده الدرس التاني كده خلص. تالت درس بقى، درس اسمه الليمت. الليمت ده ليه بردك 3 طرق حل، تمام؟ اول طريقه سهله جدا وكلنا بنتمنى ان هي تيجي، وتاني طريقه لازم 0 0، وتالت طريقه انفينيتي، تمام؟ هنعرف دلوقتي مع بعض الرموز الغريبه دي، تمام؟ اول حته، اول ما يجي لك الليمت في رقم او 0 او اي رقم ليمت كان تعمل حاجه، لازم تاخد الرقم ده تعوض فيه في الايكويشن اللي هو مدوره.
لو اداك رقم خلاص يبقى خلصت المسألة وامشي. يبقى تاخد تاتي تعوض فيها بالايكويشن 3 اكس سكوير ماينس 4 في 3 ايكوال رقم، اديتك رقم متشكرين المسألة كده خلصت. تمام، كذلك هنا اكس هنتعمل 2 يبقى 2 باور 3 ماينس 5 في 2 ماينس 1 تديك رقم تمشي، وكذلك كده. تمام، عشان تعرف انت بتحل ليميت امتى لازم المسألة تديك 0 على 0، لازم المسألة تديك 0 على 0. فالمهم ايكويشن زي ديت اكس لما نعوض فيها ليميت اكس بواحد في الايكويشن ايه يبقى 1 ماينس 1 اللي هي 0، و1 سكوير ماينس 1 يبقى 0. يبقى كده نحل ليميت. نحل ليميت ازاي بقى؟ الليمت بتاع الترم ده اللي احنا واخدينه حاجه اسمها زي الفاكتورايزيشن، هنحله زي فاكتورايزيشن بمنتهى السهوله. هنرجع بقى للايكويشن الاساسيه. هنا اكس ماينس 1 دي ليها الفكه دي جابت اخرها كده في الفكه، يعني في ليها فكه لما تلاقي باور 2 يبقى هنا كده محتاج ممكن تتفك شويه، اما هنا خلاص جابت اخرها في الفك يبقى ننزلها زي ما هي اكس ماينس 1. تمام، طب الاكس سكوير ماينس 1 دي ممكن نعمل فك، هنعمل لها فك ازاي؟ هنعمل لها فك بالفاكتورايزيشن. الفاكتورايزيشن ده قدامك طريقه الاله الكالكيوتر، لو انت معاك اله نوعها 570 بمنتهى السهوله هتدوس على مود 5 3 تمام، هيديك كده زي صف في A B و C. ولو انت معاك اللي قبلها مش فاكر كام بالظبط، مود 3 3 تمام، دول الالتين اللي اكتر مشهورين في الجامعه حاجه اسمها فاكتورايزيشن كده، ولو يعني هتعرف توصل لها. المهم تمام، هتعمل ايه في الاله دي؟ عامه هتلاقي ثلاث حاجات، هتلاقي A و B و C. تمام، انت هنا الرقم الاولاني ده الايه، الرقم اللي جنبه ده الايه، والرقم اللي في النص اللي المفروض جنبه اكس ده البي بس مش موجود يبقى هنا زيرو، والرقم الاخير ده المفروض ايه السي تمام اللي هو الواحد. فانت هتحط في الايه واحد والبي زيرو والسي نيجاتيف واحد. المهم هتطلع لك كوسين، هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك كوسين، هتطلع لك مره اكس ماينس 1 ومره اكس بلس 1، هي الآلة بتديها لك كده. تمام، هتعمل لها فاكتورايزيشن. تمام، المهم هتساوي 1 على اكس بلس 1. هنا اكس ماينس، معذرة للكلام ده، هنا اكس ماينس 1 على اكس ماينس 1 على اكس بلس 1، خلاص جبناها الفاكتورايزيشن الحتة دي صح. هنشطب بقى، مش في فوق اكس ماينس 1 في تحت كوش شبهه، كوش فوق زي هو يبقى نشطبهم مع بعض، يبقى اكس ماينس 1 تروح على اكس ماينس 1 يتفضل 1 على اكس بلس 1. نعوض بقى، نمسك الواحد ده بتاع الليمت بتاعنا نعوض فيه، يبقى 1 على 1 بلس 1 اللي هي بتساوي نص. كذلك الليمت هنا على اكس 1 على 1. سؤال بقى صغير، هنا فوق باور 2 صح؟ نقدر نفكها فوق صح؟ ازاي تفك؟ هنا اكس ماينس 1 كلها سكوير، يعني ده اعتبره قوسين مضروبين في بعض، فقوس مضروب في قوس يعني قوس 1 باور 2، يبقى اكس ماينس 1 مره واكس ماينس 1. تمام، تفك دي تفك كده. تمام، هنا الاكس سكوير ماينس 1 تتفك زي اللي فوق بتاعتها، هتعملها على الكالكيوتر برضك او انت تكون تعرف بتعملها. فالمهم هتتفك مره اكس ماينس 1 ومره اكس بلس 1. طب نقدر نشطب واحد من اللي فوق عشان شبه بعض مع واحد من اللي تحت؟ نقدر نشطب ده مع ده او ده مع ده طبعا، يفضل لي اكس ماينس 1 على اكس بلس 1 ايكوال بتساوي 0 على 2، اعملها على الكالكيوتر هتديك 0 كذلك. تمام، طب بقى سؤال صغير، نخش على الليمت التاني اللي هو ايه، انفينيتي. الليمت التاني ده هتعرفه منين؟ لما يقول لك ليمت اكس انفينيتي، حتى اول ما تشوف كده هتعمل ديفايد لاكبر اكس باور حاجه. هنا اكبر اكس باور حاجه كام في الايكويشن دي؟ اكس باور 5. فهتعمل كل المعادله دي ديفايد اكس باور 5. تمام، دلوقتي 6 اكس باور 3 بلس 2 اكس باور 2 ماينس 7 على 2 اكس باور 5 ماينس اكس باور 3 ماينس 1، هتعمل دي ديفايد اكس باور 5 يبقى اكس باور 3 ديفايد اكس باور 5 هتديك 6 على اكس سكوير بلس 2 اكس باور 2 على اكس باور 5 هتديك 2 على اكس باور 3 كذلك. تمام، المهم هتديك في الاخر ايكوال 0 على 2 ايكوال 0. دي انا مش حللها بالتفصيل دي، بس دي انا حللها بالتفصيل ايه، تعال نحل دي الاول افضل عشان نفهم مع بعض. تمام، اتفقنا ان احنا اول ما نعرف ان احنا في ليميت اكس باور اكس انفينيتي هنعمل ديفايد الاكبر اكس باور كام. تمام، هنا اكس اكبر ديفايد كام؟ 5 3 3 2 يبقى اكبر واحده الاكس باور 5، يبقى هنعمل المعادله دي كلها ديفايد اكس باور 5 يبقى 2 اكس باور 5 ايه ديفايد اكس باور 5 ماينس اكس باور 3 ديفايد اكس باور 5 ماينس 1 ديفايد اكس باور 5. كذلك هنا 6 اكس باور 3 ديفايد اكس باور 5 بلس 2 اكس باور 2 ديفايد اكس باور 5 ماينس 7 ديفايد اكس باور 5، ونشطب بقى حاجات مع بعض. اكس باور 5 على اكس باور 5 تضيع، يتفضل 2 ماينس
اكس بار 3 على اكس بار 5 اللي هي 1 على اكس 2. ليه؟ علشان بنعمل ده ماينس ده، تمام. بعد كده ماينس 1 على اكس بار 5 عشان ما فيهاش تشطيب، 6 اكس سكوير يبقى 6 على اكس بار 2 بلس 2 على اكس بار 3 ماينس 7 على اكس بار 5. المهم هتعوض بكل اكس بكام؟ بانفينيتي. اي حاجه على انفينيتي بتساوي كام؟ بتساوي اي حاجه على اي حاجه على انفينيتي بتساوي ايه؟ زيرو. اي حاجه على انفينيتي بتساوي زيرو. اي حاجه على انفينيتي، اي حاجه على انفينيتي بتساوي زيرو. واي حاجه تمام، فانت واحد على انفينيتي زيرو، وهنا ماينس زيرو يبقى 2 ماينس زيرو زيرو يفضل 2. هنا 6 على زيرو بلس 2 على زيرو ماينس حاجه على زيرو، فالمهم هم الثلاث زيروات في زيرو، يبقى 2 على زيرو بتساوي انفينيتي. عشان اي حاجه على زيرو اللي هي الاله تشتمك، لما الاله تشتمك في درس ليميت انفينيتي تكتب انفينيتي، تمام. حاول تحل وانت معايا، هتفهم اكتر 100 مره وانا بشرح، تمام. تمام كده احنا خلصنا الدرس ده. الدرس الثالث اللي هو الدريف بمنتهى السهوله. درس الدريف ده بينقسم لكفتين، كفه بلس وماينس وكفه قانونين كده معين، تمام. رمز الدريف ده لما تعرف مين دي على الدي اكس واللي جوه، تمام. دلوقتي احنا عندنا في دي اكس شويه كده مش قوانين، شويه كده قواعد عايزين نعرفها، تمام. يعني شويه قواعد. دلوقتي مثلا احنا عاوزين نعمل دريف لاكس باور رقم زي اكس باور 5 مثلا، هتعمل ايه؟ هتنزل الرقم اللي فوق الباور ده على جنب، على جنب الاكس، وتنقص منه واحد يبقى 5 اكس باور 4. طب كذلك هنا، هنا فوق واحد يبقى نزل واحد، واحد على اكس باور واحد ماينس واحد اللي هي زيرو، فزيرو على باور اكس باور زيرو اللي هي واحد، فواحد باور واحد اللي هي ايكوال. فالمهم الدريتيف الاكس بواحد، والدريتيف اي اكس باور حاجة هتنزل الباور على جنب، تمام، وتنقص من واحد زي هنا اكس 25، 25 ايه واكس 24. طب الارقام زيرو ودريتيف الزيرو زيرو، دريتيف 3 زيرو، دريتيف 100 زيرو، اي ارقام زيرو، تمام. طب في حاجه عايز اقولها لكم، بس لازم طالما هنا اكس يبقى هو جوه هنا اكس للمستوى، تمام. طب هنا لو اكس وجوه تي يبقى ما ينفعش نعمل دريتيف، وبنضطر نعمل نقول البتاع ده بتساوي زيرو، امين امين. كذلك هنا مثلا هنا تي يبقى جوه تي، بس المسألة دي تي باور 3 على 6، كلام حلو قوي. بس بيني وبينكم كده رخمة، لازم نفصل الرقم عن ايه؟ التي باور 3. فنفصلها واحد على 6 في تي باور 3 هي هي دي، عارفين طبعا ازاي. فالمهم قلنا هناخد الرقم ده هننزله تحت، فيفضل 3 تي والنقص من واحد يبقى 3 تي باور 2، كلام حلو قوي. نضربها في واحد على 6 عشان هي اوريدي ايه؟ موجودة، فا ايكوال 1 على 2 تي سكوير، تمام. طب لو انا عايز اعمل دريتيف لروت، ما ينفعش نحط روت في المسألة، لازم نصلح الاول شكل المسألة وبعد كده نحل. فده تترجم لحل بالطريقة دي، روت يو اللي هي بتساوي يو باور 1 على 2، امين. ازاي؟ ليه؟ علشان احنا متفقين المفروض اللي هنا في هنا باور 1 وفي هنا باور 2، فالمهم فانت بتاخد ده على ده، تمام. تمام طيب افرض لو كان هنا 3، فيبقى 1 على 3 حسب الرقم، لو مش مكتوب حاجة بيبقى 2، تمام. نكمل. فاحنا دلوقتي زي ما اتفقنا اللي احنا ما ينفعش نسيب المسألة بالشكل ده، لازم نصلحها. طب شوية أشكال تانية كده المفروض نصلحها برضك. هنا 1 على اكس باور 4 صح؟ ممكن ناخدها ونطلعها، علشان لو انت عايز تطلع الباور من تحت لفوق بتعكسه بالإشارة بتاعته، يبقى هنا بص يبقى هنا نكتب، يبقى نيجاتيف 4 ننزلها وناقص منه واحد اللي هي نيجاتيف 4 اكس باور نيجاتيف 5 عشان ناقصنا واحد. طب كذلك هنا روت، طب دي نحلها على مرتين، تحت يبقى الاول روت اكس اللي هي اكس باور 1 على 2، عايزين نطلعها فوق يبقى بالنيجاتيف، يبقى اكس باور نيجاتيف 1 على 2. كذلك ننزلها وناقص منها واحد. هنا المسألة دي 1 على روت اكس باور 3، دي مش باينة شوية بس هي المفروض تبقى كده، دي المفروض تبقى هنا كده، عايزين بس نكبر الفونت شوية. فدي المفروض تبقى بمنتهى السهولة، تبقى المفروض تبقى كده، ده كوس اكس باور 3 وهنا نيجاتيف 1 على 2. طب ليه؟ علشان هنا دلوقتي روت اكس باور 3، روت الاكس باور 3 بتساوي الاول ايه؟
اكس باور 3 باورت على 2. طب عايزين نطلع فوق يبقى نحط النيجاتيف. امين امين. تمام احنا كده خلاص. نخش بقى على الحته دلوقتي، اتفقنا ان احنا عندنا بلس وماينس وشويه قوانين في البايو ديفايدد واللوج والاكسبونشال، صح؟ طب هنا البلس وماينس كل واحده لوحدها، هنا الاربعه تبقى بزيرو، 2 اكس باور 3 تتحول، نزلت نضرب الثلاثه في الاثنين تبقى بسته، والناقص منها واحد يبقى 6 اكس سكوير. هنا 3 اكس، صح؟ فدي المفروض الاكس تطلع فوق، يبقى اكس ايه باور نيجاتيف 1، فنيجاتيف 1 ينزل في تضرب في نيجاتيف 3 يتحل 3 اكس باور نيجاتيف 2، كذلك هنا. ودي شويه مشاهد نفس ايه الفكر، هنا 5 على 3 اكس باور نيجاتيف 2 ماينس 2 اكس باور نيجاتيف 4 بنطلع شكل المساله الاول، بلس 1 على 9 اكس باور 3 كذلك بنطلع شكل المساله. وكده نخش على قوانين ايه الاكسبوننشال. مساله الاكسبوننشال بتتحل ازاي؟ بناخد الرقم بنحطها هي هي زي ما هي، بس الفكره كلها بنعمل ديريكتيف على الايده نحطه جنب ليه كذلك، يبقى هنا ناخد ونحطه برضك فوق، فيبقى 5x بلس 1 الديريكتيف بتاعه ايه؟ الديريكتيف بتاعه 5، وريدي كان في 3 ف 3 في 5 اللي هي 15 اي، ونحط 5x بلس 1. طب نشوف مسألة تانية، يبقى هنا 5 على 2 على جنب، هنا نعمل الديريكتيف لديت الديريكتيف اللي فوق اللي هو 2 تنزل على 7 تبقى 14 اكس، يبقى 14 اكس، يبقى 5 على 2 في 14 اكس في الاكسبوننشال اللي هي عليها 7 اكس سكوير بلس 2. طب اللوج، اللوج كذلك نعمل المسألة ونعمل ديفايد، نحط اللي هو مدهولنا تحت نفس زي ما هو سيم، ونعمل ديريتيف ليها فوق، يبقى 5 اكس سكوير ديريتيف بتاع 10 اكس نحط فوق، وبعد كده نحط على تحت 5 اكس. طب دي نعمل برضك نحط الشرطية ونحط الايكويشن بتاعتنا زي ما هي، ونعمل ده ديريتيف، يبقى 2 في 7 في 2 ب 14، والناقص منها تبقى 14 اكس باور 6 بلس اللي 5 اكس، يبقى x باور نيجاتيف 1، فنيجاتيف 1 تنزل في 5 تتحول نيجاتيف 5، وناقص منها 1 يبقى x باور نيجاتيف 2، وبلس 3 لازم تتلغي علشان تبقى بزيرو، فانت ممكن تزود بلس 0 او لا، بس يبقى انت كده خلصت الحته دي. تمام نخش بعد كده في درس البرودكت. درس البرودكت هو بمعنى اصح equation مضروبه في ايه؟ في equation. تمام فانت هتعمل ديريتيف الاول واحده، بعد كده نسيب، يعني تعمل ديريتيف لده وبعد كده نسيب ده زي ما هو، بلس نسيب ده ونعمل ديريتيف لده كذلك. يعني اهو دلوقتي احنا دي المسألة دي، صح؟ هنفك الطريقة دي، دي 3 اكس سكوير، يبقى انت عملت لها ايه؟ دي 3 اكس سكوير، يبقى انت دي سبتها، انت عملت ديريتيف للدي الاول، فيبقى واحدة نعمل ديريتيف واحدة نسيب، واحدة نعمل نسيب ونعمل ديريتيف، يعني كلف خلاف. تمام دي بقى 2 اكس سكوير فتتحول ل 4 اكس ماينس 3، خلصنا دي. نخش نسيب دي زي ما هي بقى، نعمل ديريتيف لأول واحدة، فاتنين في تلاتة اللي هي 9 اكس سكوير، دي بقى اكس باور 5 على 3 ماينس اكس، وهنا اكس باور 3 ماينس 3 اكس، عايزين نعملها ديريتيف، بس الأول نصلح شكل المسألة، فدي تتحول على 3 اكس باور 5 ماينس اكس سكوير، هنا اكس باور 3 ماينس 3 على اكس اللي هي نيجاتيف 3 اكس، عايزين نطلعها فوق فنطلعها بنيجاتيف 1 زي ما احنا اتعلمنا فوق. نعمل ديريتيف لده مرة وبعد كده نسيب ده، ومرة ديريتيف لده وبعد كده نسيب ده، فالمهم احنا سيبنا ده زي ما هو، ونعمل ديريتيف لده فهتتحول 3 اكس وناقص 1 يبقى 3 اكس سكوير بلس 3 اكس باور نيجاتيف 2، وكذلك هنا بلس 5 على 3، نعمل ديريتيف لده 5 على 3 عشان ضربنا ال 5 على 3 ويتفضل 1 يبقى 4 ماينس 2 اكس، ونسيب ده زي ما هو. طب الديفايدد، الديفايدد قانونه معروف بمنتهى السهولة، انك تعمل اول رقم من دولك لازم تعمله ديريتيف. تمام يعني اول رقم ده تعمله ديريتيف، تمام اللي فوق تعمله ديريتيف، وبعد كده تسيب ايه؟ تسيب التاني اللي هو اللي تحت ماينس الاولاني تسيبه، التاني تعمله ديريتيف، وبعد كده اللي تحت تعمله باور 2، فيبقى ديريتيف اول رقم باي ما تسيب التاني زي ما هو ماينس اول رقم تسيبه، بعد كده تعمل ديريتيف في التاني على التاني ايه سكوير. تعال نشوف مسألة ايه، اكس سكوير على 2 اكس ماينس 1، فنعمل ده ديريتيف عشان اول رقم فيتحول ل 2 اكس، ونسيب اول واحد زي ما هو 2 اكس ماينس 1. طب ماينس نعمل ديريتيف بقى للي تحت فيتحول 2 اكس ماينس 1 تتحول ل 2، نضربها في اكس سكوير نسيب اللي فوق،
واللي تحت نعمله باور 2. خلاص كده. طب دي اكس سكوير ماينس 3 على اكس سكوير، دي تتحل ازاي؟ نعمل دريتيف للي فوق فتتحول ل 2x، طبعا لازم تشوف عشان بتبقى 0، ونسيب التاني زي ما هو، يبقى اكس سكوير ماينس هنا 2x تاني واحد تحول فوق، وفوق تبقى زي ما هو اكس سكوير ماينس 3، تحت نعمله باور 2. بس في حاجه ماكس يجيب لك بقى لوج على اكسبانشن على الفايد على كله يعني، هنا اللوج وده. طب اللوج احنا بنحله ازاي؟ لازم نحط ايه equation زي divided كده ونحل ونحل صح، فيبقى derivative ده على نسيب ده زي ما هو. طب ماشي، احنا سيبنا اللي تحت زي ما هو اه تمام. طب derivative اللي فوق ايه بقى؟ ده divided صح، يبقى لازم نعمل اول الحتة ديت ده نحلها، ادي شرطة ال divided عملناها ايه هنا 3x باور 7، نعمل دي derivative فهتتحول 7 في 3 اللي هي 21 اكس باور 6 في الحتة اللي تحت اللي هو ايه باور 5 6. بعد كده شرطة الماينس، نسيب اللي فوق زي ما هو اللي هو 3 اكس باور 7 في الاكسبانشن. بيتحل ازاي؟ بنحطه زي ما هو بس بنعمل دلتا ونحطه جنب ال ايه، فال 5 اكس يبقى 5 في اي على اي 5 اكس تمام. وبس كده خلصت. طب ميكس تاني هنا، مثلا دي على دي اكس هنا 3 اكس سكوير في لوج 7 اكس بار 5 بلس 2، هنا مثلا 3 اكس سكوير في هنا مثلا لو انا عايز اعمل دي اه انت عملت دي سبت دي زي ما هي، عايز هتعمل انت دلوقتي ايه للتانية فاللوج، فانت تعمل شرط الديفايد وتحلها ده تسيبه زي ما هو تحت، تعمل ده الديريتيف بتاعه ف 5 في 7 35 والناقص منها واحد يبقى اكس باور 4 بلس، نسيب ده زي ما هو المرة دي اللوج ده في 2 في 3 اللي هي 6 6 اكس. يبقى انت كده خلصت درس. نخش بعد كده على الجراف. تمام، الجراف ده يا سيدي عندنا نوعين في الجراف، نوع لينير ونوع كوادراتيك. تمام، نخش نشرح اللينير الاول. اللينير ده بمنتهى السهولة هو بنعمل خط زي كده، بنحتاج فيه تو بوينت اللي هو ايه اللاين. تمام، اللي محتاجين عشان نعمل لاين محتاجين ايه تو بوينت. تمام، اللي هو لازم هنا يكون الاكس وهنا يكون الواي، مره الاكس تبقى بزيرو ومره الواي تبقى بزيرو. امين امين، مره ومره. ده بمنتهى السهوله تعرفه منين؟ لما يكون اكبر الباور في الاكس واحد تمام، والكوادر اكبر واحد في الاكس اتنين. تمام، المهم هناخد الايكويشن مساله زي كده، y بتساوي 5 بلس 7 x، هنساوي مره ال y x ب 0 وال y ب 0 ونعوض. هنا هنا y equal 7 ب 0 بلس 5 بتساوي 5 يبقى 0 5، والثانيه ال y ب 0 يبقى equal 5 x بلس 5، ف 5 x equal negative 5 ف x equal negative 5 على 7 ف negative 5 على 7 0. نحط هنا كل ارقام ال x اللي بال positive، وهنا كل اسف اعتذر، هنا كل ارقام الواي اللي بوزيتيف، وهنا كل ارقام الواي اللي بالنيجاتيف، هنا كل ارقام الاكس اللي بالبوزيتيف، هنا كل ارقام الاكس اللي بالنيجاتيف. فالمهم هنا زيرو في النص اهي، وهنا اكس واكس داش وواي داش وهنا الواي، ونحط هنا زيرو فايف، ادي النقطة بتاعت أول بوينت. النقطة التانية نيجاتيف فايف وسبعة وزيرو، ونحط ونوصلهم وخلاص، يبقى احنا كده خلاص درس اللينك. طب الكوادريتيك بمنتهى السهولة ده درس هنعرفه منين؟ لما نلاقي أكبر باور، باور 2. تمام، أول سؤال هيتسألك هو الكوادريتيك ده شكله إيه؟ هو نقطة واحدة زي ال N كده واليو. تمام، طب إمتى ترسم N وترسم U؟ لو الرقم اللي جنب الإكس سكوير بالنيجاتيف يبقى ترسم N، لو الرقم اللي جنب الإكس سكوير ده اللي هو الإيه ده بالبوستيف يبقى ترسمه حرف U. أمين أمين، وده بيحتاج نقطة واحدة إكس وواي. طب ده تجيبه إزاي؟ أول حاجة لازم تطلع الفيرتكس اللي هي الاكس بتساوي نيجاتيف بيها 2 زي ما اتفقنا، هنا الاي هنا البي هنا السي. تمام، ايكويشن ايه وتعالوا بعد كده تجيب الواي. ايكويشن زي كده، اول حاجه انت عارف ان ولا واي هنا دي ايه 5 دي جنب اكس سكوير ده بالبوزيتيف يبقى يترسم حرف ايه يو. حلو قوي. تمام، بعد كده نجيب الفيرتكس اللي هو نيجاتيف بيها 2 نيجاتيف بي اللي هي اللي هو الرقم السبعه، يبقى نيجاتيف 7 على 2 اللي هي 5 يبقى 2 في 5 بتساوي المهم نيجاتيف 0.7. بعد كده ناخد الرقم ده نعوض في الواي، فالمهم هيطلع لك رقم نيجاتيف 5.4، ناخده يبقى احنا عندنا نيجاتيف 0.7 ونيجاتيف 5.4 ده في بوينت واحد. تمام، نحطها ادي نيجاتيف 0.7 وادي نيجاتيف 5.4 وهنا يبقى يتقابلوا هنا، نطلع بالواي. بس تطلع بواي مش اشيك من دي، انا بس عشان كنت برسم بسرعه كده عشان ايه تترسم كده. تمام،
يبقى احنا كده خلصنا ده. في درس بقى اسمه الابليكيشن، مسائل الكلمات. ده يا سيدي درس انا بحبه جدا وسهل جدا، مش عارف في ناس بتقول عليه صعب ليه، بس هو درس والله حلو جدا. تمام، هنحفظ مع بعض الايكويشن ديت. البروفيت بتساوي البرايس في النمبر يونت اللي هي الريفينيو ماينس التوتال كوست. الرموز بتاعته البروفيت اللي هي الاتش اكس، البرايس البي اكس، النمبر اوف يونت اللي هي الاكس، ماينس التوتال الكوست. مش بيجيب دكتور يوسف في الحته دي خالص، فما ممكن نقول السي اكس. فالمهم المعادله اللي احنا هنحفظها اللي هما الاثنين دول، اتش اكس بتساوي بي اكس في اكس ماينس سي اكس اللي هي سي اكس اللي هي التوتال كوست، او الاتش اكس بتساوي الار اكس اللي هي ماينس سي اكس. معنى كده الار اكس اللي هي الريفينيو بتساوي البي اكس في اكس اللي هي البي اكس اللي هي الايه البرايس كده، واللي هما ارقام معاهم. تمام، عندنا ابلكيشن عادي عندنا ابلكيشن في الديريتيف. تمام، تعالوا نشوف الابلكيشن العادي. تمام، بمنتهى السهوله دي مساله هيقول لك راهي كتير فوق، المهم هتلاقي تلقط السي اكس، تقول السي اكس ده اللي هي ايه الكوست. وهنا عندك البرايس فانكشن المعادله بتاعته، ومديك حته فوق كده اسمها الدومين، هتلاقي كده واحد اكبر الاكس اكبر او ايكوال واحد، وال 15 اكبر او ايكوال الاكس. المهم يقول لك بلوت او جراف او سكتش او درو، يعني نرسم الجراف ذا كوست وشويه مطلوبات كده. اول طلب هو عايزه، اول ما تمسك المساله دي تكتب القانون بتاعك اتش اكس بتساوي في اكس في اكس ماينس اكس وتحت الار اكس عشان ما تتلخبطش. هترسم ازاي؟ هو عايز يرسم الكوست، فين معادله الكوست اللي هي سي اكس بتساوي ده؟ هتكتبها، هتسال نفسك السؤال ده لينير ولا كوادراتيك؟ ده لينير، يبقى محتاج اتنين بوينت، يبقى مره الاكس بزيرو والواي بزيرو، وتحط وترسم وخلاص زي كنا بنرسم. طب تاني طلب هو عايز ايه؟ فايند البروفيت فانكشن. تسال نفسك فين البروفيت فانكشن في القانون؟ البروفيت فانكشن يا محمود اللي هو الاتش اكس، البروفيت اللي هو الاتش اكس. حلو، هتعمل ايه؟ يعني انت المفروض تكون عندك المعادله الار اكس ماينس سي اكس، هو مديك البي اكس ومديك السي اكس، تعرف تعمل معادله؟ اه، تاخد البي اكس تضربه كمان في اكس، يبقى انت خدت الار اكس ماينس السي اكس اللي هو مديك. نحل بقى، يبقى بي اكس في اكس ماينس سي اكس، هو بي اكس مديها لك 4 ايه 24.8 ماينس 5 اكس، تضربها انت في اكس ماينس المعادله بتاعت سي اكس. المهم هتطلع شويه ارقام كده وتحل. تمام، وتطلع المعادله. بعد كده يقول لك ارسم ايه الجراف ذا بروفيت، ارسم البروفيت المعادله اللي انت جبتها. ترسمها، تسال نفسك ده لينير ولا كوادريك؟ هتسال نفسك تلاقي ده كوادريك، فلما ده كوادريك يعني محتاج 1 بوينت. طب نيجاتيف 5 يترسم ان ولا يو؟ طب ده بالنيجاتيف يترسم ان، وتجيب الفرد نيجاتيف بي على 2 ايه، وتعوض البي اللي هي ايه 7.5.1 على 2 اللي هو 2 في نيجاتيف 5، هيديك 7.5، وتحط القانون وخلاص هيدفع يبقى 7.5 و126. وتحط حتى بقى زياده هنا، لا تنسى الدومين اللي هو مديلك، هو فوق مش مديك رقم كده عشان يستهبل، هو فوق مديك رقم عشان تستخدمه، مهم جدا. يبقى انت هنا تشوف الواحد فين وتحط، وال 15 فين، وتطلع بشرطه كده وتعلم، بس ده الحته اللي انت المفروض تعملها زياده. تمام، بعد كده طالب ايه؟ هو طالب طلع الماكسيمم بروفيت. يعني ايه ماكسيمم بروفيت؟ حرف اليو بيبقى فيه قمه عليه، فيها فيه ماكسيمم، اما لو كان حرف ان يبقى لو يبقى فيه حته تحت كده يبقى فيه مينيمم. تمام، فلو هو طالب حته اللي فوق الماكسيمم، هتجيب له الماكسيمم بتاعه اللي هي اكبر حته فيو، الماكسيمم بتاعه اللي هي 126، يبقى هتقول له المواد اذا ماكسيمم، هتقول له كده اذا ماكسيمم بروفيت هنا الواي 26 اعلى نقطه. طبعا هتقول له الماكسيمم بروفيت بيساوي 126. طب لو كان طلب العكس في مساله تانية، يعني لو كان راسم ان زي كده يبقى ده المينيمم. امين امين. نخش بقى على النوع التاني اللي هو نوع ايه المارجن. المارجن ده اللي هو تبع الديريتيف، ده بمنتهى السهوله بيتحل ببساطه جدا، هو برضك هيديك مساله زي كده. تمام، بس بدل ما يقول لك فايند ذا بروفيت هيقول لك ذا فايند مارجن بروفيت. هتعمل المعادله بتاعتك الديريتيف، تعال نشوف برضك، هتكتب القانون بتاعك. تمام، وبعد كده هيقول لك فايند مارجن بروفيت. في اول طلب المارجن بروفيت ده البروفيت اللي هو الاتش اكس، هو هنا مديك اتش اكس على طول، لا مش مديك، مديك بي اكس وسي اكس، فانت هتضرب البي اكس في اكس الاول وبعد كده ماينس السي اكس. فالمهم هتديك الايكويشن دي في الاخر، اللي هو لما ضربت ده في اكس اللي هو 10 اكس ماينس 0.00 اكس سكوير ماينس 700 ماينس 2 اكس، الماينس بتخش على الكوست كله، خدوا بالكم الحته دي. تمام، المهم دي بقى المعادله بتاعتك دي، هنا نعمل لها الديريتيف عشان ده هو اللي طلبها. هتعمل لها الديريتيف هنا 10 اكس تبقى 10 ماينس هنا 2 في 0.01 اللي هي 02، ونشيل 2 ماينس 1 ماينس هنا ده يبقى 0، هنا ماينس 2 اكس يبقى تحول ماينس 2،
وتجمعهم يبقى 10 ماينس 2 8 ماينس 0.0، بس يبقى انت كده. هنا بلوت المارجن بروفيت، يعني ارسم المارجن بروفيت، تسأل نفسك هنا ده بوزيتيف ولا هنا ده لينير ولا كوادريتيك، هتقول ده لينير وتحلها بالطريقه اللي احنا متعودين عليها. حلو، هنا بقى في اخر حته هيقول لك ايه بقى، وات از ذا مارجن بروفيت لو هو برقم 10. اول ما تسمع اللي يديك رقم يبقى تاخد الرقم ده، مش في الشرط في المارجن، ممكن في العادي كمان تاخد الرقم تعوض فيه في الايكويشن اللي انت جبتها، تاخد ال 10 جنيه دي 10 جنيه على 10 ريال تعوض فيها في الايكويشن دي، يبقى 0 ماينس 0.02 في 10 بلس 8 وتحط رقم. وكذلك هنا مسألة تانية تحلها بنفس الطريقة. الموضوع سهل جدا، بس اهم حاجة انت تحل بايدك، تحل كل مسائل. انا ما رضيتش ازود مسائل كتير علشان حاجتين، خلاص الامتحان بكرة، فانت اهم حاجة بس انك تعرف تحل الافكار، تفهم الافكار، ما تتلخبطش في الارقام، تحل بايدك كتير، عيد المسألة حتى لو انت عارف حلها، عيدها 4 3 مرات بس ما تحفظش الحل، حلها فهم اهم حاجة. بس واتمنى ان اكون فدتكم. انا عارف ان انا ما عملتش حاجه كبيره، بس يعني ده كان اللي انا ايه، كنت عايز اشرح المنهج كله في حوالي نص ساعه، فانا كنت بضطر اضغط اضغط يعني. بس والحمد لله، شكرا شكرا جدا، وان شاء الله ربنا يستر وكله خير، واجازه سعيده اللي هياخد الاجازه قريب بقى. السلام عليكم.